معجم مؤلف عن العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وتراثه، مختصر الإتقان في علوم القرآن العلامة السيوطي، اختصار وتعليق صلاح الدين أرقهدان أو أرقهدان، نشرته دار النفائس في 198 صفحة، الطبعة الأولى سنة 1405 والطبعة الثانية سنة 1407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد شيء من المقدمة: ولما كان كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي من أكثر الكتب نفعا في هذا الميدان، اخترت اختصار فصوله وتيسير ألفاظها وتحقيق نصوصها ليسهل على كل مضطر تناولها واستيعابها، والله الموفق. ثم ذكر عمله في المختصر وترجم للإمام السيوطي ترجمة موجزة، ثم تكلم عن كتاب الإتقان كلاما يسيرا وبدأ في الاختصار. وهذه الفصول والأبواب التي اقتصر عليها: القرآن وأدابه وفضائله، أسماء القرآن الكريم، العلوم المستنبطة من القرآن، فضائل القرآن الكريم، الحث على تلاوته، قدر القراءة والختم، الترهيب من نسيانه، أداب تلاوته، أفضل القرآن وأبلغه، القرآن ولغة العرب، في مواقع فيه بغير لغة العرب، في مواقع فيه بغير لغة الحجاز، القرآن الوحي، هل القرآن مخلوق، في كيفية إنزال القرآن الكريم، الحكمة من نزول منجمة، كيفية إنزال الوحي، الوحي كيفية الوحي، تاريخ القرآن المكي والمدني، أول ما نزل القرآن، آخر ما نزل القرآن الكريم، أول ما نزل القرآن الكريم وآخر ما نزل القرآن الكريم، ترتيب القرآن وجمعه، جمع القرآن وترتيبه، عدد صوره وآياته وكلماته وحروفه، سور القرآن الكريم، أقسام القرآن الكريم، فواصل الآية، ثم أسباب النزول، أسباب النزول وفوائد هذا العلم، ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكرر نزوله، الأحرف السبعة، الرسم العثماني للمصاحف، والأحرف السبعة، رسم المصحف وخطه، آداب كتابة المصحف، القراءات، حفاظ ورواة القراء السبعة، بقية القراء العشرة، بقية القراء الأربعة عشر، القراءة الصحيحة والشاذة، فوائد اختلاف القراءات وتنوعها، تعلم القرآن وحفظه، كيفية تحمل المصحف، اشتراط الإجازة من الشيخ، المحكم والمتشابه، تعريف المحكم والمتشابه، هل المتشابه ما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله، ما الحكمة في إنزال المتشابه، الحروف المقطعة في أول السور، المشكل والموهم للاختلاف والتناقض، التفسير والمفسرون، التفسير والتأويل، شروط المفسر وآدابه، الصحابة رضي الله عنهم والتفسير، طبقات المفسرين، النسخ في القرآن، النسخ المنسوخ، والنسخ في القرآن ثلاثة أضرب، كيف يعرف النسخ، إعراب القرآن، غريب القرآن، إعجاز القرآن الكريم، الوقف والوصل والفصل، الوقف والابتداء، الموصول، لفظ المفصول، معنى من أساليب القرآن، المجمل والمبين، التقديم والتأخير، حقيقة والمجاز، الكلمات والتعريض، الحصر والاختصاص، وجوه مخطبات القرآن الكريم، المشاكلة، العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، مبهات القرآن، الجاز والإطناب، الأمثال في القرآن، القسم في القرآن، الجدول في القرآن، وجوه النظائر، ثم المصادر وبعض المصادر والمراجع العلوم القرآنية والفهرس، وهو مختصر نادر.